يعقد المجلس الوطني حقوق الإنسان لقاء مع الجمعيات الغير الحكومية وباحثين، لأننا نريد تطوير مرافعتنا بخصوص مراجعة والمقتضيات القانونية ديال ذات الصلة بما يسمى اليوم بالاغتصاب ونسميه نحن بالعنف الجنسي. طبعا الحل في القضية ديال الطفلة ديال تيفلت، هناك بالنسبة لنا تركت ثلاثة أصناف من الضحايا. الضحية الأولى هي الطفلة ذات الإحدى عشر سنة والتي لم يتم لحد الآن إنصافها من طرف القضاء وحماية سلامتها الجسدية والنفسية والاجتماعية. الضحية الثانية هو الطفل المولود من هذا العنف الجنسي والذي سيبقى مجهول الاسم حسب المقتضيات الحالية، و الضحية العامة وهو المجتمع الذي يخاف أن يتم فرض عليه أن يتم التطبيع مع الإجرام جريمة العنف الجنسي. وبالتالي هذا الخوف اليوم يعيرنا نحن بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك الجمعيات الغير الحكومية. سنكون صوتا واحدا لدعوة الحكومة إلى مراجعة مستعجلة لمقتضيات قانونية جنائية لا تحمي سلامة الجسدية ولا النفسية من انتهاكات لنسائها، لأطفالها، لفتيانها ولفتياتها. اليوم كنتواجدوا في هذه الندوة اللي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللي كتخص الاعتداءات الحماية الاعتداءات على الأطفال وكيفاش تم الحماية ديالهم. بطبيعة الحال جات في واحد الظرفية اللي هي خاصة من بعد القضية ديال الطفلة ديال تيفلت. اليوم جينا احنا كمجتمع مدني باش نعبروا على رأينا ونعطيو التجربة ديالنا في الميدان كيفاش كنشتغلوا مع هذه الفئة ديال اللي كاينة في المجتمع ديالنا، ونبينوا النقاط ديال الضعف ديالنا ونقاط ديال القوة اللي كنشتغلوا بها. احنا اليوم وكذلك باش نوضعوا الاصبع ديال الاصابع ديالنا على الخلل اللي كاين سواء في المنظومه القانونيه ولا في المنظومه الحمائيه اللي كتهم الاطفال القاصرين. هاد الندوه اللي جات اللي نادى لها المجلس الوطني لحقوق الانسان في الحقيقه جات في بلاصتها، لان المجلس عنده اليه وطنيه لحمايه الطفوله، اذا هاد الاليه تحركات كان خصها يمكن تحرك ملي وقع المشكل هذه سنه ويكون عندها كان نقول كان يمكن تقوم كذلك بالرصد باش ترصد الاعتداءات والخروقات نتاع حقوق الانسان وحقوق الاطفال في هذه الحاله. واللي كان ندعو به اذا هذا واحد العمل مهم لان المجلس بهذه الاليه كينادي باش تكون واحد السياسه بوضع سياسه مندمجه، سياسات عموميه مندمجه لحمايه حقوق الاطفال، لان في هاد الواقعه ما تحماتش الحق هاد الطفله وما تنصفاتش لا من القضاء وما كانتش ما تنصفات لا قضائيا وما تنصفاتش السياسه العموميه ما نصفاتهاش. ولا وحنا في تحالف الكرامه ديما نادينا باش تكون باش القوانين تبدل وباش السياسه العموميه توضع لحمايه الطفوله لحمايه النساء والطفوله والفتيات.